يا الله ابو الرور. ايه يا حبيبي. ما حبيبي شو عم تستهبلني يا زلمه؟ ما خلق بدي استهبلك. استهبلك شو عم تحكي؟ ليه بدي استهبلك؟ قلي خي قلي ما بدي اجي، بس مش تعطيني حجج بلا طعمه. شو صار لك؟ شو خايف منك اي حجج؟ شو عم تحكي؟ شو عم بحكي؟ شو هذاك اليوم دقيت لك قلت لك تيجي لعندي بعد الظهر نحضر ماتش فوتبول انا وياك 100%. شو قلت لي؟ مشغول خي، عندي حفله تخرج بنتي. شايفني اهبل؟ لا والله يا انطون يا حبيبي مزبوط، كان عندي حفله تخرج بنتي. هيك برجع بعيدها، ولما بنتك عمرها سنتين كلها قد البيسي. اي حفله تخرج يا حبيبي؟ يا حبيبي ايه حفله تخرج بالجاردوري. بالجاردوري؟ اوكي. عم تحكي يا زلمه؟ وين عايش انت؟ حفله تخرج بالجاردوري وعطوها شهاده كمان. شهاده؟ اوكي. عم شهاده شو هذه؟ شو عرفنا؟ يمكن شهاده شايل الكوش. شو عرفنا؟ شايل الكوش؟